فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص، فهل هذا الأمر فيه شيء؟ يقول مات هذا فلان بن فلان؟ نعم، الصلاة على فلان بن فلان. وإخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً أو ضمير المؤنث إذا كان أنثى، أو إذا كان فيه ذكر فيه جنازة كبيرة وصغيرة لم تبلغ الحلم فيخبر الناس من أجل أن يدعو لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة. وأما الإخبار عنه باسمه فلا أدري، أتوقف في هذا، قد يكون في مصلحة وقد لا يكون في مصلحة. قد يكون مثلا من الحاضرين من بينه وبين هذا الميت المعين عداوة سابقة فينصرف عن الصلاة، وما نصلي على هذا الرجل، ويكون في هذا تشويش. أو ربما يصلي عليه وبدلا من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه ترك التعيين بالاسم لكان أحسن. نعم.